المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية عن انطلاق المرحلة الأولى من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، والتي تتضمن أكثر من 250 قاطرة محملة بأكثر من 4009 أطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه والمراتب والخيام والبطاطين والملابس والمنظفات، كما شملت أكثر من 3100 ألف طن من المواد الغذائية ونحو 246 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية والكراسي المتحركة، بالإضافة لأكثر من 100 طن من الملابس والبطاطين وأكثر من 100 طن من الخيام والمراتب والمخدات ونحو 430 طنا من المواد الغذائية والمياه، بالإضافة إلى نحو طنين من المنظفات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الألاف من الضحايا والمصابين. ويشارك في القافلة نحو 12 كيانا من كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهي مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، مؤسسة صناع الخير للتنمية، جمعية أبشر، مؤسسة أبو الخير، بنك الطعام المصري، مؤسسة جمال الجرحي، بنك الشفاء المصري، مؤسسة الإغاثة والطوارئ، جمعية الباقيات الصالحات، مؤسسة صناع الحياة، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة حياة كريمة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.